استأنفت محكمة سيدي محمد اليوم لليوم الثالث على توالي جلسة محاكمة المتهمين في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وقد تم الاستماع في الصباحة إلى الوزيرين السابقين ووليا وهران سابقا عبد الملك بوضياف وكذا عبد الغني زعلان، بالإضافة إلى إطارات في مديرية أملاك الدولة بكل من العاصمة تيبازا ووهران. حيث أن كل حال نظن المحاكمة وصلت ليومها الثالث على التوالي، نظن باللي الأمور تسير على حسب ما يرام والجلسة تسير بصفة عادية، ونظن المتهمين أجابوا عن الأسئلة التي طرحتها المحكمة ووجدتهم بتهم منسوبة إليها. نظن أهمهم نظن اللي كان وزير الصحة بوضياف آخر ما استجوبته لحد الآن.